في أول مناظرة تلفزيونية تبادل المرشحون للانتخابات الرئاسية في إيران تبادل انتقادات وصفت بالحادة، واتهم كل منهم الآخر بالخيانة أو الافتقار إلى الكفاءة العلمية اللازمة لإدارة اقتصاد أوهنته العقوبات الأمريكية المفروضة. واستمرت المناظرة الأولى لمرشح الرئاسة 3 ساعات. المناظرة الأولى لمرشحي الانتخابات الرئاسية في إيران تأتي وسط عزوف بين الإيرانيين على المشاركة، ما دفع بمرشد إيران إلى اعتبار المشاركة فيها واجبا شرعيا. دعونا نتابع نتائج استطلاع رأي بهذا الصدد. 34% من الإيرانيين مشاهدين ينوون المشاركة في الانتخابات الرئاسية، هذا ما خلص إليه استطلاع للرأي أجراه مركز استطلاع طلاب إيران. وفي استطلاع رأي آخر أجراه معهد ستاسيس بطلب من قناة إيران انترناشونال، أكد أن نحو 70% من المشاركين يعتقدون أن رئيس الجمهورية في إيران لا يتمتع بالقدرة والسلطة اللازمة لحل مشاكل البلاد. 54% من المشاركين أكدوا أنهم يعارضون أداء مجلس صيانة الدستور في استبعاد المرشحين، ومن بين المرشحين اختار نحو 54% من المشاركين 54 اختاروا إبراهيم رئيسي يكون رئيسهم المقبل في إيران، ويأتي بعده بمسافة كبيرة محسن رضائي وعبد الناصر همتي وسعيد جليلي بنحو 3% فقط. ومع ذلك فإن نحو 31% من المشاركين في الاستطلاع لم يختاروا مرشحهم النهائي حتى الآن. دعونا نتعرف على أكثر المرشحين حظا في هذه في هذا التقرير.
لنقاش ما يتعلق بالانتخابات القادمة في إيران والتوقعات حتى بالعزوف عن الاقتراع. أرحب بضيوفي من لندن السيد حسن راضي مدير المركز الأحوازي للدراسات السياسية والاستراتيجية، وفي الاستوديو أرحب أيضا بضيفي الكاتب والباحث السعودي السيد حسن المصطفى. مرحبا بكما ضيفي. أبدأ معك سيد المصطفى، لديك مقال بعنوان ما الذي لم يقله المرشد خامنئي عن الانتخابات الرئاسية، ما الذي لم يقل؟ ما الذي لم يقله المرشد هو أن هنالك امتعاض في حوزة قم من استبعاد مرشحين رئيسيين، وبالتحديد السيد علي لاريجاني والسيد إسحاق جهانجيري، وهنالك امتعاض من أبناء الثورة أنفسهم ممن كانت لهم يد طولة في إنجاح الثورة الإسلامية في إيران سنة 1979، سواء عبر الأسر التي ينتمون إليها أو عبر حتى جهاد بعض أفرادها مثل السيدة زهراء الخميني والسيد حسن الخميني، السيدة زهراء ابنة المؤسس مؤسس الثورة، السيد روح الله الموسوي الخميني والسيد حسن الخميني حفيده، وكلاهما امتعض من طريقة إدارة الانتخابات. كذلك هنالك من الممتعضين آية الله صادق لاريجاني الأخ للسيد علي لاريجاني. هذا الامتعاض الموجود لدى أبناء الثورة أنفسهم والموجود لدى بيئات من المرجعيات الدينية والمجتهدين في حوزة قم، هذا الامتعاض لم يتحدث عنه السيد علي خامنائي في خطابه الأخير، وإنما أشار إلى ما يشبه وجود الخلل في إدارة الانتخابات أو وجود ما يشبه الإحباط لدى جزء من الشارع، إلا أنه طالب هؤلاء بأن يقدموا مصلحة الجمهورية الإسلامية على مصالحهم، في حين أن مصلحة الجمهورية الإسلامية إذا كان المرشد يريد أن ينظر إليها من منظار داخلي ومن صميم النظام تكمن في أن يشارك الشعب بأكبر نسبة ممكنة، وهذه المشاركة لا يمكن أن تتم في أجواء بعيدة عن الشفافية، بعيدة عن المنافسة، أقصي فيها أناس رئيسيون من داخل النظام، وتم إعطاء الفرصة بشكل أكبر وكأنها ليست عملية اقتراع وإنما عملية تنصيب في صورة اقتراع، وبالتالي تحولت إلى ما يشبه الانتخابات الصورية التي هنالك خشية من حرس النظام أنفسهم أن تكون أقل نسبة مشاركة منذ سنة 1979. هذا بالتحديد ما لم يقله المرشد في خطابه. طيب، ودعني أنقل ذلك إلى ضيفي من لندن السيد حسن راضي. يعني هل يتحاشى المرشد الحديث عن الامتعاض الذي أشار إليه سيد المصطفى، امتعاض الشارع الإيراني، امتعاض من هم في أروقة النظام بل وحتى الدوائر المحيطة به من ما حدث من إقصاء لمنافسين إجراءات مجلس صيانة الدستور الأخيرة؟ نعم، أكيد تحاشى المرشد الإيراني علي خامنئي يعني مقاطعة وعزوف المواطنين عن المشاركة في هذه الانتخابات، وأشار أنه قال أنه البعض الذي يعني نوى أن لا يشارك هو كرر حديث أعداء النظام وأعداء إيران، أي بمعنى وضع كل من لا يشارك في الانتخابات هو أما عدو لإيران والنظام الإيراني، أما يعني انخدع أو اتخذ أسلوب عدو النظام الإيراني في عدم المشاركة. وهذا بمعنى أنه وضع خامنئي معظم المواطنين ونحو تقريبا 60% إلى 70% من المواطنين لحد الآن وفقا لاستطلاع الرأي الذين لن يشاركوا في الانتخابات، وضعهم في خانة العدو. ويعني كلام خامنئي هو ليس بعيد عن الواقع، هذه حقيقة. يعني الآن النظام هو الذي وضع نفسه عدوا لهذه الشريحة الواسعة من المواطنين، ليس فقط في عملية إقصاء المرشحين وفي عملية يعني تزوير. لماذا؟ ما الأسباب؟ تنصيب برأيك؟ الأسباب، النظام الإيراني وبالتحديد خامنئي لا يثق. الآن الثقة ليس فقط لا يثق بالمواطنين ولا يثق بالتيارات النظام نفسها مثل المعتدلين والإصلاحيين، بل الآن انتقل عدم الثقة والصراع والانشقاقات داخل التيار المحافظ المتشدد نفسه، وهذا أخطر مرحلة أنه وصل إليها النظام الإيراني. لذلك نرى أنه النظام وعلى رأسه خامنئي بدأ ينتهج سياسة القمع
والحذف، وأيضا كل من يعارضه أو يخالفه أو ينتقده وضعه في خانة الأعداء. وهذه مرحلة خطيرة، أنه يعني اتجه النظام إلى نحو الدكتاتورية والاستبداد المطلق الفردي، وليس يعني طيب. الاستبداد النظام أو حتى استبداد تيار، لا، استبداد فردي. خامنئي ورأيه هو الذي ينفذ لا غير، وحتى المقربين منه لا يحق لهم أن ينتقدوا أو يعترضوا ما يقوله أو ما يريد أن ينفذه خامنئي. طيب سيد المصطفى، بحسب استطلاعات الرأي 34% فقط هو معدل المشاركة المؤكدة للانتخابات القادمة في إيران، ما انعكاس ذلك على النظام يعني حتى ولو كان انعكاسا رمزيا؟ في البداية كانت هنالك نسب مشاركة عالية في الانتخابات الإيرانية، سواء الانتخابات الرئاسية أو التصويت للدستور في بدايات الثورة أو المشاركة في الانتخابات البرلمانية، وكان الناس يذهبون للمشاركة بدوافع عدة. الدافع الأول هي الروح الثورية التي كانت في بدايات الثورة، والدافع الثاني كانت ردة فعل تجاه التفجيرات التي كانت تحصل ضد الحزب الجمهوري أو التي طالت الرئيس السابق رجائي أو باهونار أو سواهما، وكان جزء آخر يذهب للتصويت أملا في التغيير، كما صوت الإيرانيون إبان الانتخابات التي جاءت بالرئيس محمد خاتمي، أو الانتخابات سنة 2009 إبان الحركة الخضراء والتي حصل فيها تزوير كبير، فكان البعض منهم يشارك بدافع الرغبة في التغيير، وهذا ما حصل أيضا في التصويت للسيد حسن روحاني، هنالك رغبة في التغيير في داخل النظام نفسه. هذه الروح الثورية الآن خبت، وردت الفعل تجاه التفجيرات أو ما كان يحدث إبان الحرب العراقية الإيرانية، انتهت هذه الظروف الداخلية. وفي نفس الوقت هنالك ظروف اقتصادية ضاغطة، وهنالك جائحة كورونا، وهنالك لأسميها تململ داخل أوساط أبناء النظام أنفسهم، وبالتالي فإن تراجع نسبة المشاركة سوف تكون أمر طبيعي وأمر يعني غير مستغرب، إنما المستغرب هو تصرف النظام، أنه في ظل هذه الظروف الحرجة والصعبة جدا يتصرف النظام بأن يقصي شريحة واسعة ويعاديها، كما تفضل الأستاذ حسن راضي. يعني هذه المعاداة للشرائح هي من داخل النظام وتريد إصلاح النظام لا إسقاطه، أنا أعتبره نوع من الغباء السياسي الذي يعني لا 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 ينم عن كياسة. كان من الأجدر أن تتم الانتخابات في نوع من المنافسة، وإن كانت منافسة مقيدة ومنافسة وفق يعني لأسميها وفق لا منافسة، وفق لا منافسة وفق الشروط الإيرانية، ولكن على الأقل أن يكون هنالك شيء ظاهر يدفع الناس للمشاركة. الآن كيف يمكن أن تكون منافسة، وحتى شخص مثل السيد حسن الخميني كان يقول لو كنت مكان المرشحين الذين قبلت أهليتهم لانسحبت، والسيدة زهراء الخميني تقول الآن الموقف غير واضح، وبالأخير بالأمس واليوم كان للسيدة فائزة رفسنجاني تصريحات ناقدة وشديدة جدا تجاه الانتخابات القادمة. هؤلاء أبناء الثورة، هؤلاء ليسوا من منظمة مجاهدي خلق أو من المعارضين في الخارج الذين لهم كل حق في الانتقاد، أنا لا أنتقدهم، ولكن هذا دليل على أن أبناء الثورة ذاقوا ضرر بها. طيب سأعود إليك حول دلالات هذه المقاطعة ومن وصفتهم في مقالك بالناخب المستاء، كيفية استمالة النظام له، ولكن سيد راضي يعني ذات السؤال، انعكاس الآن ما يقال أنه عزوف قادم عن الانتخابات على النظام في إيران، على الشرعية الدولية حتى لهذا النظام الذي لطالما فاخر أنه دولة بها أكبر نسب من الإقبال على الانتخابات؟ طبعا بالتأكيد أنه الانتخابات السابقة في إيران أيضا لم تكن مشاركة عالية من قبل المواطنين، لكن النظام الإيراني دائما يزور الأرقام ويعطي صورة مشوهة وغير واقعية عن نسبة المشاركة. هذه يعني المطلعين على ما يدور في الداخل الإيراني والمطلعين على النظام الإيراني يعرفون أنه النظام الإيراني من أجل مصالحه ومن أجل إعطاء طابع ديمقراطي أو مشاركة للمواطنين تجاه النظام يعطي هذه الصورة الغير واقعية. لكن بالتأكيد أنه الآن في ظل المعارضة المتصاعدة ليس فقط بين شرائح المجتمع الإيراني، بل حتى بين داخل حتى النظام المتشدد كما أسلفنا، بالإضافة للتيارات الأخرى، يعني الآن لا يستطيع النظام الإيراني التحدث كما كان في السابق. الآن طيب يعني دلالات هذه
المقاطعة يعني هي تعني ضمنا أن شريحة كبيرة من الإيرانيين تقول لا للرئيس القادم، يعني هل هذا الرفض الشعب اليوم للانتخابات هو رفض للنظام برمته، رفض حتى للوصاية الدينية على السياسة، ما يسمى بولاية الفقيه، وإن كانوا غير قادرين على الرفض بتظاهرات؟ بالضبط، أنا ردت أصل إلى هذه النقطة. هذا الرفض وهذه المقاطعة ليس موجهة للرئيس، بل موجهة للنظام برمته وبالتحديد إلى خامنئي. يعني الآن هو استفتاء على خامنئي، استفتاء على النظام الإيراني، ومعظم المواطنين يرفضون ولن يشاركوا في هذه المسرحية. لذلك أنا أعتقد النظام الإيراني سوف لن يعترف بهذه الهزيمة، ولن يعترف يعني المشاركة الضئيلة، رغم أنه خامنئي خرج بالعلن واعترف وقال انه المشاركه هي فتوى يعني دينيه وواجب، ومقاطعه الانتخابات من كبار المعاصي، ربط المشاركه بالدين وبالعقيده وبهذه الامور من اجل جر الناس الى صناديق الاقتراع، لانه يعني خامنئي عرف انه المقاطعه ستكون شامله. لكن انا اعتقد وفقا لعقل يعني لمعرفتي بعقليه النظام وعدم اعترافه بهكذا يعني قضايا، انا أعتقد أنه حتى يظهر مقاطع من مكان أو مركز فيه كثافة من المشاركة، وسيعمم هذا المقطع كأنما من المدن المختلفة، أو حتى سيأتي بمقاطع قديمة ويعرضها وكأنما مشاركة يعني من بهذه الانتخابات، وسيعلن يعني رغم المشاركة عالي جدا أو على الأقل متوسط ما بما يحفظ ماء الوجه. نعم، لما يحفظ ماء الوجه ولن يعطي لنفسه الشرعية، وعلى أساس أنه ما زال يتمتع بمشروعية وبقبولية عند أوساط المجتمع الإيراني. طيب سيد مصطفى، هناك شريحة من الناخبين في إيران وصفتها في مقالك بالناخب المستاء الذي يرغب في التغيير من داخل النظام نفسه دون انقلاب عليه، يعني هل قد ينجح النظام في استمالة هذه الشريحة، بل حتى هل هي نسبة مقدرة؟ أنا في رأيي لن ينجح النظام في استمالة هذه الشريحة، لأن كثير من ممثليها هم الآن مبعدون. إسحاق جهانجير مبعد، علي لاريجاني مبعد، حتى الرئيس السابق أحمد نجاد الذي يمثل تيارا شعبويا يتسع أو يضيق من مدينة إلى أخرى أو من قرية إلى أخرى، حتى أحمد نجاد مبعد. وهنالك بالأساس إيرانيون سلبيون تجاه المشاركة، خصوصا من الأنصار السابقين للنظام السابق، نظام الشاه محمد رضا بهلوي، أو من النخب المثقفة، أو من النخب المهاجرة في الغرب. هؤلاء لن يشاركوا في الانتخابات، وبالتالي هنالك إضافة إلى هؤلاء هنالك شريحة من أبناء الثورة أنفسهم لم يشاركوا، بمعنى أن الدائرة تضيق وتضيق أكثر. أنا أتوقع أنه في الأسبوع الأخير وفي اليومين الأخيرين قبل الانتخابات سوف تكون هنالك حملة مكثفة لتشجيع المشاركة في الانتخابات وإعطاء نوع من الوعود التي قد لا تتحقق أبدا، بما يدفع البعض إلى المشاركة، لكن هذا البعض في رأيي لن يزيد النسبة شيئا كبيرا. أنا شخصيا ولا أريد أن أجزم أتوقع أن تكون أقل نسبة انتخابات من انتصار الثورة حتى الآن، كانت أقل نسبة للمشاركة هي 50% في الانتخابات التي فاز بها الرئيس السابق هاشمي رفسنجاني، وأعلى نسبة معلنة وفق إحصاءات النظام كانت أكثر من 80%، والانتخابات الأخيرة التي فاز بها السيد حسن روحاني أكثر من 70%، إلا أن الانتخابات الحالية لاستطلاعات الرأي لحد 34. الآن بمعنى أنها أقل من النصف. صحيح. وبالتالي مهما ارتفعت، مهما وصلت إلى 40%، يظل هنالك أكثر من 30% فارق، وهذا الفارق فارق شاسع، ويعطي الكثير من الدلائل على أن هنالك هو تزداد ما بين النظام والشعب، وبالتالي المقبولية الشعبية التي على النظام يستند لها حتى في أدبيات مؤسسة النظام. السيد روح الله المسوي الخميني كان دائما يقول أن رأي الشعب هو الميزان، فإذا كان رأي الشعب هو الميزان لماذا يتم إبعاد الشعب ولماذا لا يستمع له؟ هذه نقطة أساسية برأيي. طيب شكرا جزيلا لضيفي من لندن، السيد حسن راضي مدير المركز الأحوازي للدراسات السياسية والاستراتيجية، وفي الاستوديو السيد حسن المصطفى الكاتب والباحث السعودي. شكرا جزيلا لكما ضيفي على ما تفضلتما به من إيضاحات. شكرا.